أكدت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جما حرص الدولة على تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية وأيضا الاستثمارية مع بولندا على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف. جاء ذلك في سياق كلمة الوزيرة خلال مشاركتها بفعاليات منتدى الأعمال المصري البولندي والذي نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية وبالتعاون مع التمثيل التجاري المصري. وأشارت الوزيرة إلى أن الصادرات السلعية المصرية سجلت عام 2021 وللمرة الأولى تاريخيا 32 مليار و300 مليون دولار، محققة معدل نمو بلغ 27%. أكد وزير البترول طارق الملا أهمية الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الدولة وأن نتائجها بدت جلية في التعامل مع التداعيات العالمية الناجمة عن الأزمة الروسية الأوكرانية. جاء ذلك خلال استعراض إجراءات قطاع البترول في مواجهة الأزمة أمام لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان. وأشار الملا إلى أن وزارة البترول بدأت منذ أكتوبر عام 2021 في إعداد سيناريو التعامل مع الأزمة بعد دراسة العناصر المختلفة، وذلك على عدة محاور من بينها استخدام جزء من المخزون الاستراتيجي للزيت الخام لتقليل فاتورة الاستيراد وتعديل أسعار الوقود من خلال لجنة التسعير التلقائي. قام وفد الخبراء المصريين بالخارج وعدد من الأجانب المشاركين في مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة بزيارة ميناء العين السخنة، وتأتي تلك الزيارة قبيل انطلاق المؤتمر المقرر غدا لتعريف أبناء مصر بالخارج وبعض المستثمرين وأصحاب الأعمال من مختلف دول العالم وبالتطورات التي شهدتها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومدى جاذبية المنطقة للاستثمار. نشرح ايه هي المنطقه الاقتصاديه وايه هي يعني عناصر الجذب اللي فيها وازاي نقدر نتواصل سواء في القاره الافريقيه او في المنطقه الاقليميه عموما او التعامل مع السوق المحلي. في نفس الوقت يعني تواصلنا مع مجموعه من العلماء والزائرين اللي كانوا موجودين، كان عددهم في حدود 40 واحد من ضمن المجموعه الكبيره اللي جت تحضر المؤتمر. يعني شايف المستقبل مهم جدا ان احنا نجذب مستثمرين اخرين في هذا المكان وتسهيل ان هم يتواجدوا وتسهيل استثماراتهم وازاله المعوقات بالنسبه لهم، ده شيء مهم جدا لتوطين الصناعه في مصر. فالمركز من ضمن الاهداف بتاعته ازاي نوطن الصناعه هنا وتبقى فيها استمراريه استدامه يعني. أكد محافظ القاهرة خالد عبد العال أن خطة الدولة بالتوسع في مراكز توزيع وبيع السلع الغذائية أحدثت توازنا للأسعار بالأسواق، وأكد محافظ القاهرة على توافر جميع السلع بالأسواق وأن هناك أرصدة كافية من الدقيق والقمح، مشيرا إلى أنه تتم المتابعة على مدار الساعة للمخزون السلعي حتى لا يشعر المواطن بوجود نقص بأي سلعة، كما توجد متابعة يومية في عملية استلام الأقماح في صوامع محافظة القاهرة. وإلى البورصة المصرية، حيث أنهت المؤشرات تعاملاتها على ارتفاع جماعي وارتفع رأس المال السوقي بأكثر من مليار جنيه ليغلق عند مستوى 663 مليار و540 مليون جنيه. أما على صعيد المؤشرات فقد فتح مؤشر إي جي إكس 30 مؤشر الشركات الصغيرة بنسبة 22%، محققا مستوى أو عدد نقاط 10109 نقاط. أما عن مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة إي جي إكس 70 فقد فتح عند سعر 1727 نقطة، أي مرتفعا بنسبة 62%، محققا 1737 نقطة أيضا. أما عن مؤشر الشركات الأوسط نطاقا إي جي إكس 100 فقد فتح عند سعر 2599 نقطة، مرتفعا وأغلق عند مستوى 58%، ومغلقا عند 2614 نقطة. أغلقت أسواق الأسهم في الخليج على ارتفاع متتبعة للأسهم العالمية وأسعار النفط، في حين تفوق مؤشر أبو ظبي على بقية أسواق المنطقة وصعد مؤشر أبو ظبي 2.4%، كما أغلق المؤشر الرئيسي للأسهم في سوق دبي مرتفعا بنسبة 1.5%، وأغلق أيضا المؤشر القياسي للأسهم السعودية مرتفعا بنسبة 1.7%، كما زاد مؤشر البحرين بنسبة 1.1% في ختام التعاملات.
انتهت جولتنا الاقتصادية، عودة مرة أخرى إلى إلهام نمر وأميرة العودة إليكم.